نفهم أسرار الكون ونكتشف العالم الخارجي ونتفكر في آيات الله الكونية من خلال النشرة الفلكية. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في فقرة النشرة الفلكية، هذه الفقرة التي نناقش من خلالها مستجدات الساحة الفلكية مع ضيفنا الدائم سعادة الشيخ سلمان بن جبر الثاني، رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا شيخ سلمان. يا مرحبتين، الله يحييك. يا مرحبا ومحمد. يا مرحبا بك، صباحك سعيد. وهذا ثاني يوم من أيام طالع الصرفة، حدثنا عن هذا الطالع. طبعا طالع الصرفة مثل ما يقولون إن شاء الله أنه معاه يكون انصراف الحق، وهو نجم من نجوم كوكبة الأسد، واللي هو يكون في ذنب الأسد وآخر الأسد، فيكون معاه قد إن شاء الله يكون انصرف الحر ويتحسن الجو. الصرفة هو نجم موجود في يبعد عنه حوالي 36 سنة ضوئية، نجم يرى بالعين المجردة في ساعات الصباح، ولكن إن شاء الله مع طلوعه يمكن لاحظ الجميع أمس تغير في حالة الطقس، كان ملحوظ، كان خلال ساعات من المغرب إلى العشاء الجو جميل جدا، بعدها يمكن رطب شوي، الآن ساعات الصباح تشوف الندى، حتى حرارة الشمس ما عاد تحس فيها مثل ما كانت، فإن شاء الله أن معاه يعني نحس بتحسن الجو أكثر بإذن الله تعالى. يعني نفهم من هذا شيخ سلمان أن في علاقة بين النجوم والطوالع بالأجواء عندنا؟ لا، هذه شوف، هذه الموضوع اللي دائما يلتبس على الناس اللي هي العلاقة، هل حالة الطقس وغيرها علاقة بالنجوم مباشرة؟ لا، هي ما لها علاقة بالنجوم مباشرة، هي مثل ما ذكرنا، هي مثلها مثل الساعة اللي انت في يدك. بس تجي الساعة الفلانية تعرف انه مثلا موعد الصلاة، تجي الساعة الفلانية تعرف انه موعد مثلا غروب الشمس. احنا بس نشوف النجم الفلاني نعرف ان الارض صارت تقريبا في وضع يتحسن في حالة الطقس، نشوف النجم اللي بعده نعرف انه يتحسن اكثر، نشوف اللي بعده نعرف يجينا برد، اللي بعده نعرف معاه رياح، معاه ربيع، معاه كذا. فهي فقط ساعة كونية الله سبحانه وتعالى خلقها نعمة للإنسان يستفيد منها، أما هي لا لها تأثير لا على الطقس ولا على الإنسان ولا على الزلازل ولا على البراكين مثل ما يتحدث البعض. جميل. أيضا أبو محمد، أبرز الأحداث الفلكية التي يمكن أن ترى بالعين المجردة خلال هذا الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. طبعا هذا الأسبوع يعتبر من الأسابيع الجميلة جدا، لأن عندنا ثلاث زخات شهب خلال هذا الأسبوع. عندنا من بكرة زخة شهب تسمى الزرافيات، اللي تتبع كوكبة الزرافة في الجهة الشمالية من السماء، وتبدأ ترصدها من بعد غروب الشمس إلى منتصف الليل، فيعني ما حد يقدر يقول والله ها متأخر ولا شيء، هذا بس من بعد غروب الشمس تشاهد الجهة الشمالية من السماء، وبإذن الله تعالى إلى منتصف الليل بتشوف لك في المعدل حوالي 5 شهب في الساعة. في يوم 16 اللي هو يوم الثلاثاء، كوكب المريخ بيكون في الحضيض في أقرب نقطة لنا، اللي هي بتكون 62 مليون كيلومتر. بس عشان تعرف الفارق بين أقرب نقطة وأبعد نقطة لكوكب المريخ عن الأرض، 62 أقرب شيء، 400 مليون كيلومتر أبعد شيء. فشوف فارق المسافات. في يوم 18 يوم الخميس عندنا زخة شهب التنينيات، والتنينيات أيضا زخة شهب شمالية تشوفها في الجهة الشمالية من السماء، وبعد من بعد غروب الشمس لين فجر الجمعة تقدر تشوفها، المعدل بيكون حوالي 10 شهب في الساعة. يوم أيضا السبت إن شاء الله 10-10 عندنا زخة شهب اللي يسمونها الثوريات الجنوبية، اللي تتبع كوكبة الثور، وهي في الجهة الجنوبية، وهي تكون في الجهة الشرقية من السماء، تبدأ ترصدها من بعد غروب الشمس حتى تقريبا فجر اليوم الثاني، معدل الشهب بيكون تقريبا في حدود 5 شهب في الساعة. يعني خلال الأسبوع هذا في أي ليلة من الليالي لو جلس من بعد المغرب، تأكد أن خلال الساعة الواحدة بتشوف لك بين شهبين إلى ثلاثة أقل شيء، وممكن تصل إلى 10 شهب، وساعات تحصل مثل ما يقولون يعني فوق المعدل، كم من فوق المعدل في الزخة، بتحصل تشوف لك أكثر من 10 شهب في الساعة. بس طبعا أنك لازم تكون في منطقة مظلمة، تكون خارج المدينة بعيد عن الإضاءة حتى ما تأثر على عينك، تستمتع بتفاصيل
التفاصيل هذه كلها بالكامل ان شاء الله. نفهم من 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 كلامك الشيخ سلمان ان ان المدار، المدار الكواكب، مدار القمر حول الارض، المدار يكون بيضاوي لا وما يكون مستوي في في, في كل الحالات. نعم. صحيح. الان بالنسبه للمدارات، نعم المدارات تقريبا معظمها بيضاويه الشكل، فتكون تقريبا في نقطه اقتراب ونقطه اللي تبتعد. صحيح. لو اخذنا ما تحدثنا عنه كوكب المريخ مثلا، في في لما يكون في الحضيض في أقرب شيء يكون يعني اصطفافهم الشمس الأرض بعدها المريخ مباشرة، فيكون المريخ قريب جدا 62 مليون كيلومتر ويوصل حتى إلى 54 مليون كيلومتر اللي هي سجلت في 2003 إذا تذكرون، لما بدأت الناس تقول بتشوف المريخ حجم حجم القمر وبدأت الناس تبالغ في الكلام، وكان دائما يذكر الكلام هذا ويكرر في شهر أغسطس. ولكن فيما يسمى التقابل، التقابل أن تكون الأرض في جهة والمريخ على الجهة الثانية من الشمس، فيكونوا متقابلين بينهم الشمس في النص، فهذا الله يسلمك توصل المسافة حوالي 401 مليون كيلومتر تقريبا حسب ما حسب علميا. وانت ذكرت أمس أن القمر أبعد نقطة بالأمس كان يعني القمر عن الأرض. نعم نعم، أمس كان القمر في في أبعد نقطة له عن الأرض. نعم. في الأوج، فكان بعيد جدا، ويعني ما تذكر الرقم حاليا. أربعة شيء شيء أول شيء أربعة خابر أظن. ما في خبر. في حدود الأربعة 406,000 شيء كذي. 406,000 كيلومتر أو شيء. نعم. بإذن الله. شكرا لك شيخ سلمان بن جبل الثاني، رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك، على هذه المشاركة وعلى هذه الفوائد الجميلة. حياك الله. الله.